Hello guys, so today I'll be reading called Anne. Wait, I have to say the thing now. It's sort of the fact that I'm أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. thank you. Next one. Arna, what's this called? Turtle Arna. But yesterday someone was here and they told me for the end. We forgot the name too. I think it's Surah Al-Fatiha too. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Thank you guys. This one's like a bit hard and same. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وأزجيتها حبل من مسد. Bye.